معرض مرايا الفلسطينية 14 منتجع الشاليهات من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 مساء. بدكم دعم ونجاح لإلي لتنسوش زاوية اسم مرايا تركاندل. بنحل كثير مشاكل الشعر والبشرة، كل المنتجات الطبية والأعشاب الطبيعية مستخرجة من النباتات ربنا خلقها، ومن ثم بشكلها على شكل شامبوهات كريمات لمشاكل البشرة ومشاكل الشعر، غير ذلك مشاكل العظام وايضا مشاكل جهاز الهضمي. اي شخص يحب يتواصل معايا التواجد في معرض مرايا فلسطينية 14، وتحياتي للجميع. ما تنسوا تزوروا زاوية لايتر كاندل مكان الشاليهات اليوم، اليوم الاخير للمعرض يا جماعة، لحقوا حالكم. منتجات كلها طبيعية بيرفكت، كله تمام، مضمونة، كلها مجربة المنتجات. الطبيعي 100% يا جماعة، ما بيعمل هزاز ولا قرحة بالمعدة ولا اشي، كله طبيعي. كلها اشياء بتغذي سواء البشرة سواء للشعر، كلها مغذيات لانها طبيعية يا جماعة. زوروا زاوية ليتر كاندل، راح تلاقوا اللي بيصوركم ان شاء الله.